بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع اسم من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعيش هذه اللحظات مع اسمه سبحانه وتعالى القابض. والقابض اسم من الأسماء المزدوجة التي نراها مع الباسط كما نرى الأول والآخر والظاهر والباطن والمعز والمذل والنافع والضار وهكذا، فهي من الأسماء المزدوجة الذي بها الكمال، فإن الله سبحانه وتعالى هو القابض وهو الباسط وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط، فهو سبحانه وتعالى قابض وباسط في نفس الوقت، يبسط الرزق لعباده لكنه يقبض الرزق عن عباده أيضا ويقدر له، وتجد إنسان رزقه ضيق وهناك إنسان رزقه واسع، يقبض النفوس فترى إنسانا في حالة قبض يعني اكتئاب وإنسان آخر في حالة بسط يعني سرور وفرح وانشراح، ويتقلب على الإنسان هذا وذاك. إذن فالقبض مما تجلى الله به على كونه، والبسط مما تجلى الله به على كونه. الله تجلى على هذا الكون بصفاته العلى، فنرى الرحمة مثلا في الحيوان، نرى الرحمة في النبات، نرى الرحمة في الإنسان. لو لاحظت أي حيوان مع ابنه كيف أنه يرحمه ويعطف عليه، فنرى أيضا القبض والبسط في هذا الكون. فالله تجلى على الكون بصفاته العلى سبحانه وتعالى. القابض اسم فاعل يدل على كمال القدرة، ويدل على أنه يجب عليك أن تلتجئ إلى الله، فإذا وجدت كآبة في نفسك وضيقا أو كآبة في نفسك وضيقا في رزقك فإنك تتوجه مباشرة إلى من بيده الملك، إلى من تسبب في ذلك وخلقه في نفسك أو في كونك، إلى الرزاق الذي ينبغي أن تتعلق به لأنه هو القابض الباسط، ولذلك يجب أن تلتجأ إليه. فمن الفائدة أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وأن يظهرها لنا، هي أن نتعلق به وحده لا شريك له ولا نتعلق بسواه، فإن سبب هذا القبض هو الله. قد يأتي القبض عن معصية فيضيق الإنسان، لأن الله نهانا عن المعاصي من أجل أن لا تضيق أنفسنا. قد يأتي القبض عن استمراء واستمرار حتى في الشهوات وحتى في المباح، فيأتي القبض وكأنه ينبهك إلى أن ترجع إلى شيء من الهمة، إلى شيء من الالتزام، لأن الإنسان في استمرائه للمباح والشهوات ولو كانت مباحة يخرج عن نطاق الإنسان الحضاري، فكأن القبض رحمة، محنة لكن فيها منحة، فيها تنبيه، فيها إعادة، إعادة بك إلى حظيرة القدس، عود بك إلى الالتجاء بالله رب العالمين. كثير من الناس يستمر عنده القبض حتى يتحول إلى مرض يحتاج إلى علاج، لأن هذا القبض يؤثر في مخ الإنسان، لو فضلت مقبوض على طول. ولذلك أول ما تنقبض اذكر الله في الأول، مش في الوسط كده بعد ما أدرك تقول أنا منقبض دي لسنتين ثلاث، الله سنتين ثلاث روح للطبيب عشان يساعدك بقى بشوية بلابيع
تعمل كيمياء في مخك، لكن اول ما يحصل لك القبض اذكر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلاقي قلبك انشرح، ادعو الله قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، او يا واسع، او يا الله، او ادعو باسمه المزدوج يا قابض يا باسط برحمتك استغيث، تلاقي انشرح قلبك وحدث لك من الانوار وكشف الاسرار ما الله به عليم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فتجلى الله علينا وعلمنا هذا الاسم حتى نعود اليه سبحانه، وحتى نلتجأ اليه وحده، وحتى نسارع الى ذكره حتى تطمئن قلوبنا. والى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.